طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في خططها الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية المستدامة وفي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم مرونته وقابليته للتصدير. وطبعا الحقبة القادمة من التطوير الاقتصادي والاجتماعي راح يعتمد بشكل كبير على وجود منظومة علمية وبحثية وتكنولوجية قوية تنبثق منها الابتكارات والتقنيات الجديدة اللي تتحول لمنتجات وخدمات مستدامة ومبتكرة تدعم التنمية الاقتصادية. فطبعا نحن واستعدادا لهذه الحقبة من التطوير أطلق مجلس الإمارات للبحث والتطوير وبإشراف من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وبالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وجامعة محمد بن راشد للعلوم الصحية برنامج قيادات البحث والتطوير. الهدف طبعا تأسيس جيل مؤهل وكادر بشري مواطن مؤهل في أساسيات إدارة البحث والتطوير. نفس ما قلت الحقبة القادمة راح تعتمد بشكل كبير على التطوير التكنولوجي، راح يكون عندنا مشاريع ضخمة ومشاريع كبيرة في مجال البحث والتطوير، وهي طبعا تتطلب وجود مهارات إدارية ومهارات علمية يعني متخصصة بشكل كبير. فأطلقنا هذا البرنامج وبمشاركة أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، وإن شاء الله البرنامج هذا راح يستمر لمدة 7 شهور وراح يتعرفون على أساسيات إدارة البحث والتطوير نفس ما ذكرت، والهدف أن يكونون هم سفراء التغيير، سفراء البحث والتطوير والقادة في هذه المنظومة المهمة جدا للتنمية الاقتصادية المستدامة. إن شاء الله طبعاً أكيد البرنامج مستمر، هذه المرحلة الأولى راح يكون أكيد في يعني خطوات تحسينية بناء على البرنامج الأولي، أكيد إن شاء الله راح يكون في خطوات قادمة وراح أكيد نستمر في تطوير البرنامج وفقاً لاحتياجات منظومة التكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات. طبعاً نفس ما ذكرت أنا يمكن في البداية، التنمية الاقتصادية المستدامة راح تعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي، ويعني يمكن أنا ضربت المثل ببعض كبار الشركات في أمريكا وفي العالم، وطبعاً هذه شركات مش مليارية ولكن شركات تريليونية، ولو تشوف طبعاً هذه الشركات إنفاقها في مجال البحث والتطوير بمليارات الدولارات، وهذا شيء ضروري لاستمراريتها وشيء ضروري لتنافسيتها في السوق العالمي. فطبعا نحن نفس ما ذكرت الحقبة القادمة من التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات راح نشوف إن شاء الله مشاريع كبيرة في مجال البحث والتطوير، راح نشوف شركات كبيرة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير راح يكون نواة أساسية والعجلة الرئيسية لتحريك العجلة هذه ولخلق ووضع هاي الابتكارات الجديدة والمنتجات والخدمات المبتكرة اللي لها قيمة مضافة أكبر. فأكيد طبعا البحث والتطوير له دور رئيسي وهذا معروف، وإن شاء الله نحن راح نعزز من جهودنا سواء من خلال هذا البرنامج أو من خلال البرامج الأخرى اللي راح يطلقها المجلس إن شاء الله لدفع هذه العجلة وتمكين التنمية المستدامة والتنمية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. شكرا على الاستضافة. برنامج قيادات إدارة البحث والتطوير هو برنامج وطني تم تصميمه من قبل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، يهدف إلى تطوير كفاءات وطنية تساهم في تعزيز منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات. البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع شركاء دوليين مثل جامعة مانشستر وأيضا جامعة نيويورك أبوظبي، يهدف إلى وضع برامج ومحاور يغذي المشاركين بالمعرفة والخبرات اللازمة لإدارة البحث والتطوير، سواء كان في عملية التسويق التجاري أو في عملية فهم أنواع البحث والتطوير وأيضا في فهم متطلبات الشراكات
بالإضافة إلى آليات قياس البحث والتطوير وكيفية مساعدة الباحثين في تطوير مشاريعهم البحثية خاصة من خلال التمويل البحثي. كون البحث والتطوير لا يقع مسؤوليته فقط على الباحثين وإنما إدارتها أيضا وحوكمتها. بالتالي نحن كون نونة ناشئة صاعدة باتجاه اقتصاد المعرفة يتطلب منا أن نبني كفاءات حول هذه المنظومة. فبالتالي نعمل يكون المشاركين قادرين على العمل مع القطاع الخاص والمراكز البحث والتطوير سواء في القطاع الحكومي أو المؤسسات الأكاديمية. البرنامج راح يساعد أن يكون عندنا كفاءات بشرية تقدر تعمل مع هذه الشركاء وأيضا بالإضافة إلى اكتساب خبرتهم. أيضا نهدف من خلال البرنامج أن يكون عندنا مؤسسات مطلعة على أجندة البحث والتطوير الوطنية وهذا يساعد على تكامل الجهود وتعاونها باتجاه الأجندة الوطنية الموضوعة. البرنامج يستهدف مشاركين موجودين كشركاء أو يسمون كشركاء لنجاح البحث والتطوير، قد يكونون في مراكز إدارات البحث والتطوير في الجامعات، قد يكونون أيضا في إدارات المعنية بالتمويل للمشاريع التعاونية مع القطاع الخاص، قد يكون أيضا مشرعين جهات تشريعية جزء من مهامهم التشريعية أنهم يدعمون منظومة أيضا الابتكار، وأيضا بالإضافة إلى ممارسين إداريين في شركات لها نشاطات بحث تطوير ويتطلب أن يكون عندهم معرفة متقدمة في مجال إدارة البحث والتطوير وبالتالي يساعدون أجندة المؤسسة في تنفيذ مشاريعها البحثية. ما في شك أن دولة الإمارات وضعت أجندة واضحة وخارطة الطريق باتجاه الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، هذا معناته أن أنت لازم يكون عندك معرفة بمتطلبات اقتصاد المعرفة، متطلبات أن كيف تدير التمويل البحثي، كيف يكون عندك إدارة تكنولوجيا وسياسات العلوم والتكنولوجيا وتطبقها على أرض الواقع، كيف عملية الاستفادة من الملكيات الفكرية الناتجة من البحث والتطوير، كيف عملية التسويق التجاري لمشاريع البحث والتطوير. هذه كلها معارف متقدمة تمارسها الدول الناضجة اللي تطبق ممارسات إدارة أو اقتصاد المعرفة. فنحن بما أن نحن مقبلين ورايحين بهذا المسار لازم يكون عندنا أيضا كفاءات وطنية وتمسك زمام المسؤوليات هذه لعناصر منظومة البحث والتطوير وتدعم المؤسسات بهذا الاتجاه حتى يكون عندنا فعلا استفادة واستغلال المعرفة الناتجة. طبعا نهدف في النهاية أن نكون دولة مصدرة للمعرفة، مصدرة من خلال منتجات وخدمات مبتكرة تعزز من النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة. لا في شك أن القطاع الخاص هو جزء من المنظومة، القطاع الخاص يبحث عن معرفة جديدة ممكن يطبقها ويحولها إلى منتج أو خدمة مبتكرة. وين مصادر هذه الخدمات أو المنتجات المبتكرة؟ تقع في مراكز البحث والتطوير. فحتى يكون عملية التواصل مرنة لازم يكون هناك عمل إداري وعمل حوكمي وعمل تعاوني ما يقع على عاتق الباحث نفسه إنما يقع على عاتق إدارة البحث والتطوير. كيف تعمل عملية التسويق البحثي؟ كيف تسهل عملية التسويق التجاري للمشاريع البحثية؟ كيف تنقل الملكية الفكرية للمشاريع الناتجة وتسوقها وتطلع منها بفائدة؟ كيف تشوف أيضا شو المحفزات اللي الحكومة تضعها وبالتالي تعمل مع القطاع الحكومي لإنتاج للعمل والتعاون مع المراكز البحثية للوصول إلى منتجات وخدمات مبتكرة. فهذه كلها الممارسات أو هذه النشاطات تحتاج كفاءات، تحتاج معرفة متقدمة، تحتاج خبرات من نوعيات معينة، وهذا اللي يحاول هذا البرنامج يطور فيه من خلال المشاركين. برنامج يستهدف في الدفعة الأولى مشاركين من دولة الإمارات،
لكن إذا كانوا موجودين في القطاع الخاص أو في المؤسسات الشبه الحكومية هم لهم الحق في التسجيل وطلب المشاركة في هذا البرنامج. هذه فرصة يعني خلنا نقول دفعة أولى راح نكتسب كثير من الأفكار أيضا الجديدة إن نقدر نعزز فيه من خلال الدفعات الثانية. الهدف الأساسي إنه يكون عندنا خلنا نقول ممثلين في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال المشاركين في هذا البرنامج، وهم راح يكونون سفراء لهذا البرنامج على أمل أن نعمل دفعات ثانية في المستقبل.